السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحياة في كندا. نرحب اليوم بالأخ علي الضمدي، أحد الشباب النشيطين والمتحمسين في تورنتو. أهلا وسهلا فيك أخي علي. أهلا وسهلا فيك. في معانا بس سؤالين نشي نسألك. السؤال الأول، إيش النصيحة اللي تقدمها للناس اللي عاد وصلوا جداد لهنا لكندا؟ إيش النصيحة اللي تقدم لهم؟ والله عدة نصائح، بس إنه الأقرب نصيحة إنه يتواصلوا بمن سبقوهم في العايشين، يعني اللي هم ساكنين في كندا، يتواصلوا معهم يسألوهم يعني عن إيش يعني يحتاجوا في بداية حياتهم في كندا، وإيش الذي ضروري يعملوها مثلاً من ناحية الأوراق، من ناحية استكمال أوراقهم في كندا، وما هي الجهات الحكومية اللي بتقدم الخدمات. وأقول لهم يعني ضروري إنهم يعني يتوجهوا للقراءة في المواقع مثلاً مثل Immigration كندا، يعني موقع الهجرة الكندية، فيه عدة يعني أشياء مهمة وثمينة يقدروا من ناحية الدراسة. وطبعاً كل شخص يختلف، يعني في شخص قد يكون جاي للدراسة، أنا أنصحه يتواصل بشخص طالب قبله في قريب من المجال حقه، شخص قادم على لجوء يتواصل بحاله المقاربة له، وإذا يعرف أي شخص عنده من جهات الاختصاص يعني عنده خبرة مثلاً في الإميجريشن، في خبرة يعني في ناحية اللجوء من ناحية هذه الأشياء، فيتواصل به قبل يعني أن يجي أو يفكر يعني. شكرا لك. بالنسبة للسؤال الثاني، إيش اللي تنصح للناويين إنهم يجوا لكندا؟ إيش النصيحة اللي تجيبها؟ والله اللي ناوي يجي كندا واللي يشوف يعني إيش الميزات في كندا وإيش الميزات الذي في الدولة الذي هو جالس فيها، يعني قد ربما يبدأ يشوف ميزة التعليم، ميزة الصحة، ميزة طبعا ما نقولش ميزة، نقول يشوف الضرائب، يعني هل قد ربما تناسبه يعني الضرائب في كندا أو لا، لأن الضرائب في كندا طبعا مرتفعة، بس لكن ذلك فيها يعني أشياء أخرى، يعني مثلا فيها الصحة، صحة مجانا للجميع، وفيها الدراسة يعني معها فرصة إنه يدرس في أرقى الجامعات في العالم يعني موجودة في كندا. أيضا الجو هذا قدر من بعض الناس ما يناسبه يعني، ويحدد حتى وجهته، يعني مثلا كندا فيها عدة مدن متعددة المناخات، وفي مدن يعني مش كل كندا فيها ثلج، في أماكن في كندا لا ينزل فيها ثلوج مثل فانكوفر وهذا الأماكن، يعرف أن بيتوجه يعني يشوف هذا كل الأشياء، يعني هل هو قادم إلى العمل؟ إذا كان قادم على عمل يعني هو شخص بيشتغل هناك، مثلا هو مهندس في النفط، يعرف إيش المدن الذي بيروحها قبل بيتوجه يعني إلى كندا، ويشوف يعمل دراسة على الاندستري هناك، يشوف سوق العمل هناك ما هي أفضل يعني الميزات، وما بيحتاج عشان يعادل خبرته وشهادته، يعني لأنه في بعض التخصصات بتكون صعبة عليه إنه يعادلها تخصص، يعني يحتاج إنه يدرس أشياء كثيرة، في بعض التخصصات بتكون سهلة في انخراطه في سوق العمل. إضافة أخي علي إلى هذا السؤال الثاني، السؤال الذي دائما يسأله المشاهدين والذي دائما يوقعوا فيها، اللي هي عملية النصب والاحتيال باسم الهجرة إلى كندا، إيش الحاجات اللي سمعت بها ومريت بها أو تنصح بها أن الناس يحذروا بالنسبة للناس اللي ناويين يجوا لكندا؟ والله يعني هذا قد وقعوا فيها ناس كثير يعني، بس إن إحنا حاولنا ننصحهم، بس لأنه في واحد لما أقول لك الغريق بيحاول يتعلق بشعره يعني في بيحاولوا يصدقوا أي شيء، فأقول لهم يعني يهدوا شوية ويقروا، يعني فيز لكندا لها هي عدة فيز، إما تكون زيارة، إما تكون دراسة، إما تكون هجرة، وأيضا اللجوء ما بيكون إلا عبر الأمم المتحدة، فمن ضمن الكثير الفيز الذي شفناها يعني الذي بيقول لك حتى أنه أنا رحت فحصها في مطارات معينة وطلعت صالحة، فالخدمة السرية موجود فيها، نقول قد ربما تكون الطبعة حقيقية، بس هذا فيزا مزورة يعني مش موجودة في السيستم، فبتدخله في مسائل قانونية يتحمل عواقبها. هذا إنه فيزا الهجرة مش بس سهولة، فيزا الهجرة هي تكون إنه مستوفي لشروط الهجرة
والبروسيس بياخذ يعني معالجة الطلب بياخذ من 6 أشهر إلى سنة أو ما فوق ذلك يعني. فمش بس سهل إنه هذا بعد استيفاء يعني للشروط من ناحية الآيلتس ومن ناحية الخبرة. فأنا أستغرب إنه بعضهم يحصل عليها في 15 يوم من شخص ويدفع له مبلغ كبير ويصدق يعني إنه خرجت له فيزا هذا مكتوب عليها immigrants. يعني أنا أنصحه إنه أي فيزا الذي يشتي ياخذ فيزا يتوجه عبر الموقع الحكومي للإميجريشن الذي هو www.cic.gc.ca. هذا كل المعلومات موجودة فيه وكل الفيز إذا ممكن تقدم أونلاين أو عبر شخص يعني معتمد من الهجرة. إنه حتى إذا الشيء يقدم واحد عبر شخص معتمد بيدخل عبر هذا الموقع، هذا الموقع بيوصله إلى شخص معتمد في الليستة الذي معتمدين قائمة الهجرة. أما غيرها فيزا لجوء ما في حاجة اسمها فيزا لجوء، بس أظن إنه في يقدموا ناس لجوء عبر الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي بتوزعهم على دول كثيرة، وقد ربما يجي نصيبه كندا أو غير ذلك. فيزا الزيارة، فيزا الزيارة يعني إذا استوفى الشروط يعني يكون عنده مثلا مبلغ مالي في البنك ويعني وجاب أسباب معقولة، عادة هذا بيقدمه أونلاين أو لا بيرسل أوراقه إلى السفارة، وبعدها بيروح يبصم في مكتب الخدمات حق البي إف إس. هذا طبعا هذا الذي الفيزا الذي معروفة، عدا ذلك كلها يعني نص. وقد حصلت قدامي يعني كثير حالات يعني تواصلوا معي ونصبوا عليهم مبالغ كبيرة، ومع ذلك الناس مش مصدقين. فأي فيزا ما تخرج لك من السفارة الكندية تعرف إنها نصب، وأي فيزا أنت بتشوف إنك مش مستوفي للشروط لها وجابها لك واحد وقال لك هذا أكيد وروح فحصها، هذا فيزا نصب وقد وقعوا فيها ناس كثيرة. لذلك واحد إنه ينتبه ويستقي معلوماته من الموقع الحكومي المعتمد. شكرا لك صراحة المعلومات قيمة علي، شكرا جزيلا، جزاك الله خير. شكرا لجميع المشاهدين، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة مع سلسلة مسيحة مجرب في كندا. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.